عربة جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بالتأهل متمنيا أن يعود الفريق في الدور القادم وهو في كامل لياقته البدنية. بدوري أعرب برونو مدرب أولمبيك ليو عن فخره بلاعبيه وحزنه في نفس الوقت على ضياع فرصة جديدة للتأهل. تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية قبل مباراة من نهاية دور المجموعات. تأهل مانشستر سيتي لعام آخر إلى هذه المرحلة هو أمر جيد. الآن سنركز على الدوري الإنجليزي ونأمل أن نعود إلى دوري الأبطال ونحن في لياقة كبيرة وأن يكون جميع اللاعبين على أتم الاستعداد من أجل المنافسة. أولا أنا أشعر بالفخر، نعم فخور بما قدمه اللاعبون من أداء عال ضد أحد أفضل أندية القارة، كما أشعر في نفس الوقت بخيبة الأمل لأننا أردنا ضمان التأهل وكنا قريبين جدا من تحقيق ذلك سواء هنا أو في هوفنهايم، لكن علينا المحافظة على ذلك الإحساس الإيجابي والمضي قدما بطريقة صحيحة. وفي المجموعة السادسة أيضا حقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا مثيرا على مستضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف لقاء هدفين. الدقيقة 14 أحرز فيها البرازيلي إسماعيليان. وناقشنا ذلك فيما بعد، لكن رغم ذلك خلال النصف الأول من المباراة خططنا لما سنقوم به في الشوط الثاني. هذا وأكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه كان أفضل في الشوط الثاني رغم صعوبة المنافس على أرضه. كان من المهم أن نفوز، ونعلم أن المباريات صعبة مع روما، هنا خسرنا هنا مع تشيلسي، إذا أتيحت لهم فرصة ونحن كذلك في الشوط الأول أعتقد أننا من الآن حسنا، وفي الشوط الثاني كنا أفضل وسجلنا مباشرة بعد دقيقة من بداية الشوط، وعموما قمنا بمباراة جيدة. من جانبه اعتبر مدرب روما دي فرانشيسكو أنه وبالرغم من الفرص التي سنحت لفريقه إلا أنه لم يجسدها إلى أهداف، محملا لاعبيه مسؤولية الخسارة التي جاءت على شكل هدية للريال على حد تعبيره. نحن نستقبل أهدافا ودائما ما نخسر بسبب هذه الطريقة، نحن خلقنا العديد من الفرص ولكن أهدرناها، نحن أهدينا لهم الهدف الأول وعامة هناك العديد من اللاعبين الشبان وخسرنا في النهاية. وضمن المجموعة ذاتها حقق وتحملنا عبء الهجمات المرتدة. مانشستر يونايتد مرة أخرى سجل هدف في الدقائق الأخيرة. نعم الأهم كان أن نفوز نحن وهدفنا كان التأهل، لقد تأهلنا وهذا هو هدفنا وسنفكر في لعب مباراة يانج بويز في سويسرا. لماذا؟ أردتم أن تنهوا متصدري المجموعة؟ نحن سنتأهل كأول عن هذه المجموعة ونريد أن نفعل ذلك. وفي المجموعة ذاتها ضمن مانشستر يونايتد عبور إلى دور الموالي بالفوز على ضيف يونغ بويز بهدف. ما أريد رؤيته، أريد ويحس بالإرهاق الشديد لأن هذا يعني أنهم بذلوا طاقتهم القصوى، لقد فعلوا ذلك بعد أداء كروي جيد. المباراة شهدت الكثير من لحظات الصعود والهبوط في المستوى، لكننا أفلحنا في نهاية المطاف بتسجيل الهدف، وعلينا الربط بين هذا الهدف ونجاح حارسنا دافيد دخية في صد هدف محقق، فلو لم ينجح دخية في صد تلك التسديدة فلن يكون هناك فوز. أفلحنا في نهاية المطاف في التأهل إلى الدور التالي من هذه المجموعة الصعبة جدا قبل مباراة من نهاية دور المجموعات، عانينا الكثير لكننا حسمنا تأهلنا. هو لحساب المجموعة السادسة بلغ مانشستر سيتي بالنتيجة واعتبرتها خطوة نحو الخروج من الأزمة ومساحة مؤقتة للمدرب كوفاتش. صحيفة بيلد كتبت تحت عنوان 4 نجوم تم استدعاؤهم للمحاسبة، 5 أهداف ضد بنفيكا، كوفاتش أنقذ نفسه. هذا ملخص الوضع في بايرن ميونخ الآن. و تابعت بيلد البايرن يتقدم خطوة نحو الخروج من الأزمة، 5-1 هو الانتصار الأكبر للمدرب نيكو كوفاتش مع الفريق منذ مباراة السوبر المحلية، لتختتم الصحيفة مقالها بالقول إن الأمور لم تكن طبيعية قبل انطلاق المباراة، حيث تم استدعاء 4 من نجوم الفريق للتباحث معهم من قبل الإدارة. أما مجلة كيكر فقد عنونت
لقد نجح الاختبار وتغييرات المدرب أحدثت الفارق، واعتبرت كيكر أن الفوز الواضح على بنفيكا يمنح نيكو كوفاتش مساحة مؤقتة، ويكمن السبب حسب الصحيفة في التغييرات التكتيكية التي أحدثها المدرب والتي جاءت بالنجاح المطلوب. هذا وقاد المهاجم الصربي دوشان تاديتش أياكس أمستردام لحجز بطاقة عبوره إلى دور 16 عن المجموعة الخامسة أيضا أوروبا بفوزه على ضيف فالنسيا بهدف دون رد لحساب المجموعة الثامنة، ليلتحق رجال المدرب ماسيميليانو أليغري بركب